يا غريد ويا كبدي ربيتني وربيت ولدي يكون البيار خلها تنعى. حقيقة تستمر مجالس العزاء بذكرى 26 لاستشهاد المولى المقدس شهيد الصدر ونجلي. وحقيقة اليوم يقيم أبناء التيار الوطني الشيعي هذا الحفل التابيني لذكرى الشهادة. وحقيقة يعني نحن مقصرين تجاه مرجعنا الكبير السيد الشهيد محمد الصدر. محمد الصدر قدم للعراق الشيء الكبير، أعطى دمه في سبيل هذا الوطن وفي سبيل المذهب، قارع النظام السابق المجرم صدام، أعطى نتاجات كبيرة، وأهم تلك النتاجات هي مؤلفاته التي بلغت 190 مؤلفا، وإضافة إلى أهم إنجازاته هو صلاة الجمعة، إقامة صلاة الجمعة في ذلك الوقت، ومقارعة صدام والوقوف بوجه أمريكا وإسرائيل. إن شاء الله يستمر أبناء التيار الوطني الشيعي بإقامة العزاءات المستمرة إن شاء الله بهذه الذكرى الأليمة. يستمر أبناء التيار الوطني الشيعي بالذكرى بالاستمرار على إقامة العزاءات بذكرى الشهيد السعيد محمد صادق الصدر، فهي الذكرى 26 ذكرى استشهاد هذا البطل العالم. وإن شاء الله نحن على الخط إلى الممات بإذن الله تعالى. الندوات في هذه الأيام استذكارا للسيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف وبما قام به من منهج عظيم، وهو إخراج الناس من العبودية إذا صح التعبير، وفتح الطريق في طريق الهداية طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم أيضا عقد مكتب السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف بالاتفاق مع البنيان المرصوص والإشراف العام على صلاة الجمعة في البصرة والفرقة في سرايا السلام، وعقدوا هذا المجلس عزاء للسيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف في محافظة البصرة. يا صدرنا يا ولي الجمعة الجمعة صا 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 خير لخير، يا صدرنا أعلى أعلى الجمعة صاحة ترد لي يا صدرنا